علاقتنا بالبحر، نحن مثل ما تقولين يعني البحر هو عبارة يعتبر روحنا جسدنا كل حياتنا من البحر يعني، وبدون البحر نحن ما نقدر نعيش، لأن مثل ما في مثل هناك يقول عندنا من الأوليين البحر ملح الرجال، البحر هو ملح، هو اللي يصنع الرجال، هو الذي يعني يكون شخصية الرجل من حيث يعني القوة، من حيث الصبر، من حيث الحكمة، من حيث التحمل، كل هذا ما يجي من البحر. طبعا احنا عشنا أطفال صغار في البحر، دائما طبيعة الإنسان يتكيف مع طبيعة الذي هو فيه. احنا أطفال يعلمونا كان كيف الغوص، يعلمونا كيف نصيد السمك، يعلمونا كيف يعني وقت اللي وقت الشدائد كيف نتصرف، يعني هذه كل الأمور هذه نتعلمها واحنا صغار. فعلى سبيل المثال مثلا نحن يوم كان يعلمونا على الغوص، احنا ما لحقنا على غوص العود، لكن علمونا كيفية طريقة البداية يعني في البدائيات. فيوني يمعونا نحن كأطفال يعني عمارنا على 7 أو 8 سنين أو 10 سنين وأقل وأكثر. ففي الغالة، الغالة هو مكان عبارة يسمونه يعني بين الحدين، الماي بيكون للحزام كذي، فهاي يسمونه الغالة. يجون يركسوننا في الغالة، في الغالة هاي نركس نحط رؤوسنا يعني نغوص 1 2 3 4 حد يكمل 60 حد يكمل 70 حد يعني عدة. فهاي تعتبر مقياس يعني للنسخ كيف بيتحمل هذا الإنسان كيف. فاللي ما يكمل 50 رد يضغط عليه مرة ثانية يقول له كمل. Thank you.